مساء الفل. لسه بقول لهم انا شايله هم الحلقه دي جدا، مش عارفه ليه. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين وزي الفل. حلقتنا النهارده هتكون لذيذه وحلوه، بس خلوني كده قبل ما نبدا عايزه اقول لكم على حاجه. الحمد لله الحمد لله، فضل ونعمه من عند ربنا. عدت سنة على وجودي معاكم، مش مصدقة، والله مش مصدقة قد ايه السنة دي. يعني انا شايفاها قدامي دلوقتي، شايفة وفاكرة كل يوم عدت من السنة دي. السنة دي عدت فيها الحلو، ما بقولش، ما بحبش اقول الوحش، عشان اي حاجة ربنا بيرزقنا بيها ما تكونش وحشة حبايبي، والله فيها الحلو وفيها اللي مش حلو، كله بيكون خير من عند ربنا اكيد. بشكر ربنا اولا واخيرا، الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد، الحمد لله الحمد لله. انا راضية الحمد لله على السنة اللي عدت ليا معاكم، الحمد لله. يمكن السنة اللي عدت دي ثقتكم فيا كانت اكتر ما كنت متوقعة الحقيقة. ثقتكم انتوا المشاهدين، انتوا اللي بتتفرجوا عليا، ثقتكم انتوا ما كنتش متوقعاها، الحمد لله. شكرا على كل كلمة انتوا كنتوا بتجبروا بخاطري بيها الحقيقة. يمكن مكالماتكم، انا عارفة كتير قوي حتى المكالمات اللي بتجيلي بقول لكم شكرا على مجاملتكم الحلوة وكلامكم الحلو، بس انا بكون من جوايا كده عارفة ان الكلام ده من قلبكم. شكرا قوي، شكرا قوي 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 قوي، الحمد لله الحمد لله على كل كلامكم الحلو. شكرا لثقتكم فيا، شكرا لكل الكلام الحلو ومكالماتكم الحلوة وارتباطكم بيا. كان يعني انا بيبسطني قوي حتى لما بيجيلي مكالمات على الهوا حبايبي هما كلهم بيعملوا لي قلوب. مكالماتكم اللي انتوا بتكلموها لي كده وتحكوا لي فيها مشاكلكم بتكون شخصيه بزياده، بس تقولوا لي لا معلش عايزين ناخد رايك، دي بالنسبه لي بتكون ضغط عليا، لان انا ببقى حاسه بيكم وعارفه ان انتوا مرتبطين بيا وعايزين تعرفوا رايي. بشكركم، شكرا لثقتكم والكلامكم الحلو. وصدقوني هقول لكم على حاجه، والله انا كتير قوي، يمكن انا كمان بشوف ان الميديا دي شغلها صعب، علشان انت مش المفروض ان انت حتى لو انت مثلا متضايق شوية او كده ان انت تطلع تبين، او لازم تطلع متماسك. فساعات زي اي حد بكون جاي متضايقة، والله مجرد ما حد انتوا مثلا بتكلموني مكالمة حلوة او بتقولوا لي كلام حلو، قد ايه ده بيفرق معايا، بتحول تماما والله. حتى ساعات مثلا كنتوا تقولوا لي مثلا انتي النهارده فيكي حاجه، في حاجه مضايقاكي، فانا بشكركم قوي حبايبي والله. انا والله ما كلام وخلاص، وانتوا انا ما بعرفش على فكره اتكلم كلام وخلاص. حتى انا كنت بقول للنور قبل الهوا، نور انا بصي انا هتكلم كده ومش عايزه اجهز حاجه، انا اللي جوايا كده هطلعه. الناس اللي هنا بقى، يمكن سنه مش كتير، او انا شايفاها ان هي سنه برضو، يعني كل ما اقول لحد النهارده كده يا جماعه عدى سنه، ايه ده سنه معقوله لحقتي؟ انا عايزه اقول لكم ان ارتباطي بيهم وارتباطهم بيا والله العظيم كاننا بقالنا عارفين بعض 10 سنين، سنين عشرة. لدرجه اقول لكم على حاجه، مثلا يعني مثلا حتى مثلا ساعات ابقى داخله متضايقه شويه وبتاع، اي حد فيهم والله على باب القناه يبص لي كده فعليا فيكي حاجه، يعرفوا على طول يصطبحنا. بيقعدوا يحاولوا كده يضحكوني كده ويفرفشوني كده، انا ببقى عارفه على فكره ان هم قاصدين يعني يخرجوني كده عن المود، بس انا ببقى فاهماهم، بيعملوني زي الاطفال يعني. فانا بشكركم جدا جدا. السنه دي انا شايفاها والله مش عارفه اقول ايه، بس الحمد لله انا راضيه تماما تماما بكل حاجه انا عملتها معاكم. يمكن استنى عشان انا مش عايزه اعيط، تعبت فيها جدا السنه دي، تعبت فيها قوي، لان يمكن انا جيت على حاجات تانية عليه الصلاه والسلام،
كان انا جيت على حاجات تانية، على حاجات تانية كتير، علشان عشان اكون معاكم واقدر ان انا نقدم لكم، مش هقول اقدم لكم لان انا معايا ناس كتير قوي انا لولاها والله ما كنت عملت حاجة، كنا بنحاول ان انا اقدم لكم كل حاجه ترضيكم. وعايزه فعلا ان انا يمكن اول حلقه طلعت معاكم قلت لكم يا جماعه والله انا ان شاء الله ربنا كده يقدرني وابقى دايما معاكم، وانا مش يعني مش قصه بقى تلفزيون وشو بتاع، والله ما ببص كده، والناس اللي عارفاني عارفه ان انا حتى انا ماليش في الميديا على فكره، وانا طبيعتي كده يعني، حتى يمكن شغل الميديا ده بالنسبه لي كان اخر حاجه كنت افكر فيها. الحمد لله ان حظي جه هنا، والله والله الكلام ده ما كلام تلفزيون، بس الحمد لله ان حظي جه هنا معاكم في بي ان سي الحقيقه يعني والله. فانا كنت بنحاول جاهدين ان انا كده ما اطلعش بحلقه عاديه، لازم كده ان انا يعني حتى دايما كان مثلا يجي لي تعليقات كده اللي هو ايه، خلاص انت بتشرحي الحاجه كذا مره في الحلقه احنا فهمناها من اول مره، بس انا ببقى عايزه اوصل لكم كل حاجه. فالحقيقة والله ربنا يعلم أنا قد إيه بحاول جاهدة، بحاول جاهدة إن أنا أكون دايما كده أفيدكم، لأن أنا بشوف إن دي كده يعني ربنا يحتسبها لي كده إن شاء الله كده يعني في ميزان حسناتي. شكرا لربنا أولا وأخيرا، ثم أنتوا شكرا، أنتوا بسببكم كنت ساعات باجي، أنتوا اللي بتضحكوني على فكرة على الهوا من مكالماتكم. شكرا للناس اللي هنا، الناس اللي في الكنترول، اي حد ساعدني بره واي حد وقف معايا بره حتى لو بكلمه حلوه، يعني انا بترضى بحاجه بسيطه قوي على فكره. بشكر كل الناس، بشكر كل الناس، وانا عشرتي معاكم والله العظيم ما مش حاسه ان هي سنه، انا حاسه ان انا عارفاكم من زمان وعارفه كل الناس اللي هنا. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله انا راضيه، والحمد لله ربنا يديمها نعمه يا رب يا رب، وافضل كده ان شاء الله كده معاكم ودايما اكون عند حسن ظنكم. صدقوني انتوا الكلام اللي انتوا بتقعدوا تقولوا لي على الهوا ده بيبقى قد ايه بيخلي فيه ضغط عليا اكتر واكتر ان انا اكون دايما اقدم الاحسن. الحمد لله الحمد لله عدت سنه، ان شاء الله ان شاء الله. حبايبي والله حبايبي حبايبي والله ربنا يخليكم ليا يا رب، وتفضلوا كده دايما. انا بحس هنا ان انا اختهم بنتهم صاحبتهم، احنا كلنا كده الحمد لله يعني. فانا الحمد لله راضيه تماما الحمد لله، امين يا رب امين يا رب حبيبي، راضيه تماما كده بكل حاجه حصلت السنه اللي فاتت،